لا انا ضربني غير الوجه، غير الوجه ما ضربنيش، ظهري واخا وجهي لا. راكي قصح بحال هكا تضربي بالحجر. ناري ناري يوسف جاي. شوفي فيها شوفي فيها شوفي فيها. شوية فيها شوية فيها هكا هكا وهكا باش يجي وجهك كيبان. خليها تنوض خليها تنوض. السلام عليكم متتبعين ديالي متتبعات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، والفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم على خير وبخير وفي اتم الصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد النهار زوين داز غزال. كنتمنى لكم حتى نتوما ايامكم كلها تكون زوينه وتكون كيف ما كتمنوا في خاطركم ان شاء الله، لكم ولوليداتكم ولكل معز عليكم. مشيت انا ومضر والوليدات خرجنا، كانت واحد العطلة دوزناها في مشي دوزناها كاملة، دوزنا نهار فيها في إفران، مشينا لإفران دوزنا نهار زوين. الوليدات بطبيعة الحال مع الشتاء والبرد ما كيلقاوش فين يخرجوا ولا كيلعبوا ولا غير الدار، حتى انا مشيتي ضيفتي فمن دار لدار يعني ما كيكونش داك ما تيكونش واحد المتنفس اللي فين غادي يخرجوا الطاقة ويلعبوا ويضحكوا. فدوزنا واحد النهار زوين في إفران، داز واخا كان البرد معليش شويه ديال الشتاء ماشي بزاف شويه وصافي. المهم غنشارك معكم النهار، جبناهم بعدا لهاد البلاصه هادي فين دايرين رجل الثلج والمراه ديالو ملبسينو الجلابه ودايرين ليه الدادر زعما داكشي، وهادي والرزه من الفوق، الرزه الفوق عنده الكمامه حتى هي ما نساوهش. غادي تصوروا الوليدات معاهم والمرا حتى هي كذلك دايره داك اللي على الكتاف ما نعرفش شنو كيقولوا له بالشلحه، والوريضه مع الجناب السبنيه والكمامه. المهم داكشي هو هذاك. شوفي فيها شوفي فيها شوفي فيها. شويه فيها شويه فيها هكا هكا وهكا باش يجي وجهك كيبان. هاد البلاصه هادي راه ما فيهاش الثلج بزاف، حنا عاد غنمشيو للبلاصه اللي فيها الثلج شويه بزايد، هنا غير شويه وصافي غير حبسنا. الدراري بغاو يلعبوا قال لك خليني نهبط نضرب اختي واختي تضربني بالثلج، قلنا نديروا لهم الخاطر ماشي مشكل. هبطنا شفنا واحد البحيره كاينه هنا يوم بعد رجعنا تاني مشينا لجهه اخرى. اللي عجبني هنا هو هاد رجل الثلج والمراه ديالو صراحه تقنوه باللباس بالنظاظر بالكمامه، وحتى هي تهلاو فيهم بالنظاره والكمامه راه بعدا ما كينساوهاش. هادي داروا لها الوريضات داكشي زوين هو هذاك. العطله كان فيها اسبوع وانا خرجتهم غير نهار واحد، بحال هكا كان كافي انهم يفرحوا ويلعبوا ويضحكوا وما يقولوش انهم باغيين يرجعوا يخرجوا تاني. ما ولاوش قالوا لي يا ماما بغينا نخرجوا ولا نمشيو لشي بلاصه، صافي داك النهار كان كافيهم من تما لهيه النهار ديالهم كيدوزوه، شويه كيتفرجوا شويه كيلعبوا في الدار شويه كيخدموا الواجبات ديال المدرسه وهكذا كيدوزوا النهار ديالهم. كانوا مساكن حتى هما كيطلبوا كيقولوا يا ربي طيح الشتا ويطيح الثلج في هاد العطله ما تكونش الشميشه باش ما تذوبش لينا الثلج، وداكشي اللي كان فعلا طاحت الشتا وطاح الثلج. واخا داك النهار ما كانش يعني تقريبا يومين ما طاحتش الشتا بزاف، كانت خفيفه والثلج كان شويه وصافي في بعض المناطق، ولكن هنايا في هذه البلاصه هذه كان طاح الثلج من قبل وبقى يعني مع البرد ما دابش ما خرجتش الشميشه. كيقول لك خاصهم يمشيو ويلقاو الثلج باقي باش يضربوا به، وداكشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا كيجريو فرحانين ما بغاوش يخرجوا من لهنايا. كيدابزوا بالثلج، بغيت نمشي نخرجو نجيبهم، مشى باباهم هو الاول ما بغاوش يخرجوا صدق حتى هو كيلعب معاهم، دخلت انا تاني بغيت نخرجهم صدقوا كيجريو عليا كيضربوني هما بالثلج، فاضطريت انني نعطيهم شويه ديال الوقت نخليهم حيت فرحانين مساكن شحال هادي ما خرجوا بحال هاد الخريجه بحال هكا. خليتهم
بلا ما تضربها لوجهها يوسف. يا دابا شنو غدير؟ يلاه جيو كتجري وتفضحوا في الطريق. سير كتجري ما تخافيش نيطرا الكوموند. يا خاي اجي عند اختك تساطح معاها. يلاه نشوف شكون يطيح الاخر. يلا يلا فطوم الزهراء نشوف شكون يطيح الاخر. خوافة عندي دابا. لا با عليك شو خط طيحي ورا حلاوتها انك تطيحي. اه فاطمه الزهراء راه حلاوتها هي انك تطيحي. يلا عاودوا نوضوا وانا خصني نصوركم. راه مازال ما بديتش نصور. يلا كيفاش غنوض؟ عاين نعاونكم عاين. خليتها تنوض خليتها تنوض. تطم زهرة؟ يلا صافي يلا نمشيو بحالنا. دابا غادي نديهم لواحد البلاصه واحده اخرى فين كاين داك المزلاجه. غادي يزلقوا واحد شويه ماشي في البلاصه ديالهم بالضبط ولكن غير هنايا غير شويه ماشي بزاف. ما بعيداش بزاف قريبه شويه. البلاصه اللي فيها المزلاجه وكيكون فيها عامره هذيك بعيده شويه. ما غاديش نمشي لها دابا من بعد. ما بعيداش بزاف على افران قريبه غير هاد البلاصه هادي يعني. غير في الطريق كتلقاوهم كيكريو داك المزلاجه اللي بغا هكا الوليدات يلعبوا. شفتي هاد البلاصه هادي عامره بالثلج على الاخرى. ولدي كيضربني بالثلج والله الا كيقصح. راه بحال الحجره بحال كيضربك بالحجره. انا هنايا ما قدرتش نخرج جاني البرد صراحه قهرني البرد. عندي الترموصاف فيها اتاي غادي نشرب واحد كويس داتاي نسخن به يدي وعظامي وعاد نخرج عندهم. هنا هما مع باباهم كيبنيو اولا كيديروا رجل الثلج. انا صراحه ما جانيش رجل الثلج انا جاني بحال شي دب. تنحاول انني نزومي تنقرب الكاميرا شويه بان ليا بحال شي دب ابيض داك الدبابه البيضاء. هادشي اللي جاني انايا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. انا صافي هنا عييت بغيت نمشي بحالي ولكن الدراري ما بغاوش يتفكوا. صافي دابا العشيه غادي نمشيو. النهار كان بارد الوليدات لعبوا في الثلج بردو يعني خاصهم يمشيو للدار بحال يوصلوا يبدلوا الحويجات ديالهم يدوشوا يديروا واحد الدوش سخون يسخن لهم عظيماتهم. وفي نفس الوقت انا غندير لهم واحد الشوربه سخونه ياكلوها. انا غادي نعطيهم الماكله العشاء غياكلوه في الطوموبيل دايره لهم سندويتشات ديهم معايا يعني غيوصلوا للدار معشيين. غندير لهم واحد الشوربه سخونه. هنا غندير لهم واحد الشوربه غتسخنهم على هاد البرد ديال هاد النار. عندي هنا الكرافس
وعندي المعدنوس وواحد جوج عريشات ديال القزبر. وبالنسبة للخضرة، الخضرة كاملة اللي عندكم ديروها، انا هنا توفرت لي غير غندير البصلة على جوج، توفرت لي في الخضرة هنا يا خيزون، الجزر يعني، البطاطا، اللفت، صافي هادشي اللي توفر ليها هنا في الخضرة. ممكن نزيدو القرعة الحمراء والقرعة الخضراء حتى هي، غندير معاهم كذلك واحد الحبة ديال المطيشة. هاد الخضرة هادي غادي نقسمها غير في النص، لان الخضرة ديال دابا ديال الشتا كلها طرية كطيب دغيا دغيا. الجزر كنديرو بالقلب ديالو وكنقطعو غير على هاد الشكل هكا دغيا كيطيب. هاد الخضرة هادي غادي نطحنها غير في الطحانة ديال اليد، مطحنوهاش في الميكسورة، نتوما غادي تشوفو كيفاش كتجي. كيفاش كنطحنها فعلا كتستحق تجربة وسخونة في البرد. هنا من بعد ما طابت الخضرة، الفيديو ما كملت لكمش باش ما يجيش طويل. بالنسبة للعطرية كندير شوية ديال الابزار، شوية سكنجبير، مليحة. الا عندكم طريفات ديال اللحم ممكن ديروهم، انا ما درتها بلا اللحم باش طيب ليا دغيا، لان اللحم غادي يشد شوية الطياب. بالنسبة للتوابل اللي نتوما مستنسين كديرو، وزويتة بلدية حتى كطيب عاد كندير واحد زويتة بلدية، معلقة ديال الزيت هكا، كنطحنهم في هاد الطحانة هادي ديال اليد. من الاحسن ديروا هاد الطحانه هادي ديال اليد، الخضره كتبقى في الطيبه ديالها. اما اللي كيطحن الخضره في المولينيكس او لا في الميكسور، فداك الدوره اللي كدوروها في داك المولينيكس نتاع الضو كتجي دايره بحال شكل البصاره، البصاره واقيله راه غتكون بنينه عليها. فعلا والله العظيم انا يا مجربها، كليت الخضره مطحونه في المولينيكس عند الناس ما عجبتنيش، ولكن انا مستنسه كنديرها بهاد الطريقه هادي، طحانه ديال اليد كتبقى الخضره في البنه ديالها. بالنسبه للخطوريه انا كنبغيها خفيفه، ما تكونش ثقيله بزاف، تكون خفيفه واحد شويه، خصوصا الا درتو واحد شويه ديال العدس فيها، طبيعة الحال كتكون شوربه مقويه ومغذيه وكذلك كلها فوائد. الا بغيتوها تجيكم حمراء شويه زيدوا مطيشه، او لا ديروا واحد فلفله حمراء الا بغيتوا ديروها. انا بصراحه كتعجبني هكا، كتجيني هكا احسن، وحتى راجلي كيبغيها هكا. الا بغيتو ديروا واحد شويه ديال زعفران ممكن، انا ما درتوش. كيف ما قلت لكم تعشاو وحنا جايين في الطوموبيل، يعني في الطريق تعشاو، كلاو السندويشات ديالهم. هاد الشوربه هادي فاش درتها عطيتها لهم وهما في الفراش ديالهم، الزليفه ديالهم شربوها وهما في الفراش. علاش قلت لكم هاد الشوربه هادي كتكون سخونه؟ حيت داك الكرافس هو اللي كيعطيها داك المذاق، وكتكون سخونه بحال كتاكلي الحريره، او المهم انا كتعجبني هادي كاع اكثر على الحريره. الحريره كندوروها بالدقيق وديك الشيء، فانا كتعجبني هاد الشوربه هادي حسن كاع، خصوصا ملي كتكون هكا خفيفه ما تكونش قاصحه. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعه ديالكم، على التعاليق الزوينه وعلى الدعم ديالكم، شكرا لكم كاملين. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد او لا في فروتين جديد او لا في فلوج جديد ان شاء الله. فما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.